لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك. الو، صافي. صافي. اهلا بك. بس انا خيرك وخي طارق، مش انا ابي اسمع اسمعني ابار، مش باش نحكي عاطفه، انا معناها باش نحكي ابار وخيان ونحب بعضنا وكل نعرف جعفر كي يدخل في موضوع ما يجيش مع الانسان اللي سخفه حتى كان هو ظالم، يجي معنا مظلوم ضد الظالم. وخي هذيك بابا انا ميت من 2004 جبدته صاحبي، علاش بعد مره ما روحت من الحلقه هذيك تنقرست هي والا كليت برشا شلابك بضحكه ومع الناس الكل. لا تنسى الاشتراك في القناه ومن ثم تفعيل الجرس وايضا ادعمنا باللايك. نتاع صاحبي روحت انا مريقل، بنت اختها صاحبي تبعت لي كلاس تسب فيا، بعد هي قالت ما نعرفش شنيا كان المرأة والراجل الحر ما نعرف شنيا، من بعد كي سبيتها انا وليت انتوما متظلمين معاها صاحبي، يعني انتوما متظلمين مع عبد ظالمني وسبب لي والدي، يعني انتوما عبارة كيفو معناها هكاكا؟ انا اخويا كلمتك مش نسمعك جعفر، تعرفني نحبك على الاخر صح؟ اسمعني انت وخي، واش نقول لك من الاخر بكل ويدك، واش نقول لك من الاخر انت وخي من جد، وانا راني صادق ولا خوف ولا طمع، وبعد حد جا ميساج انا اقسم بالله اللي تحكي لي فيه تو اشتاق منتي واشتاق ولداتي، ما في بالي بيه جن اشتاق منتي، نورت عيني ولا عندي لسوء الحق لا اله تعرفني كيف انا بيتي بيت صاحبي، على خاطر كل شيء في الانستغرام والناس الكل تتفرج صاحبي، مشتاق مني انت، قلت لك لا في بالي به جمله، انا ثبتك وحق لا اله الا الله. ثبت ثبت يا اخويا، وكان تطلع حاجه من اللي قلتها لك غلطه انا مستعد للي باش تقوله انت صح؟ لا يا خيك انا راني صاحبك راش، اما مشتاق مني انت. ربي اللطف اللطف يا ولدي، ان شاء الله لاباس صاحبي ونلطف عليها شبيه. انا بيدي بهت يا جعفر وخي، قلت زح نتاع الناس الكل ضدي جات، وانا اللي والدي مصبومه من الاول فاهم؟ والله انا في بالي جمله والله رساله صح مريك. انت يا راك وخي معناها، وكان ما غلطتنيش منك ما جيتش قريب برشا، راني صاحبي ما عملتش هكا. انت كان ما جيتش معاك ما تكلمتنيش الساعه اولا، اما انا اقسم بالله لا نحمد فيك ذاك الشهر وندافع واحد يا خويا، اما زادك كي نظلم ايقف كونتري نورمال معاك، انا كي نبدا ظالم صاحبي وتقف كونتري صح، ما نحبوش الظالم خاطرنا. انا شو نقول لك حاجه واحده اي خويا، ماني ماني خويا ربي يسخوك اكبر منك اي خويا، في كل الحالات هي راهي برا هاو انت شغال تلاقي بيه. سامحني انت يا خويا الوالده، ربي يا خويا يفضلها لك الوالده، ربي يفضلها لك، تسب سب خويا والدين واحد على الانستغرام، الوالده ما عندهاش انستغرام، اللي هي اللي هي اللي هي صاحبي اكبر اكبر منها ما هذيك، ما كيبانيش بها الجمله. تو نبعت لك كابتير، ما عندكش صاحبي انستغرام؟ برا ادخل الانستغرام نتاعي يا تو تلقى نعرفها كيفاه بدات. بعيش. هذاك اخويا على علاش؟ والموضوع هذا ماذا بيك انت تحكيه، على خاطر الناس في بينهم بالحكايه وزورت انت معاها كانت فيها وهي ظالمه صاحبي راه. صاحبي بابا انا وياك نتقابلوا حتى في الرعد، رانا وخيان معناها مش كون واضحين. يا ولدي انا راهو ما نلعبش كان انا وياك وحتى وخيتي ونجاح وعشره. ربي يستر يا جاه. تعرف صاحبي كيف تعرف انا والله بهت نتفرج بهت بهمت ونحمد بابا. انا والله انا ما قلتش حاجه عيب، انا كنت انا اي فهمت مع عبد خبلي معناها والدي بداني هو بعيب فاهم؟ نتاع يا جعفر شفت انا اخويا كي تلقاني ظالم في اي موضوع معاك انا كي تسبني صاحبي بهيش، اما كي نبدا مظلوم اللي ولا عارك كل شيء لامك ولا شيء بيك اكيد صاحبي، كي نبدا انا ظالم على العين والراس صاحبي مش بالعاطفه، انت مش تحكي، انت مش تحكي الحق فهمت؟ لا لا نحكي الحق خويا غني ولا هي هيك اخويا الشكايات خويا الوكيل خويا الجمهوريه، انا مستعد باش نعدي ربطيه، اما بعد ما نروح عندي كان عدو واحد اللي هو الحوار التونسي اللي من البلاتو باش نلقى روحي في المرناقيه انا صاحبي، هوني جونا به وحابس نعرفه مش باش يجيني جديد صاحبي راه، اما ظلم ليه وانا من البلاتو باش نلقى روحي امي تجيب لي في القفه اللي ثبتها واحده تخدم الغادي وبعثتني الحبس ورحمه بابا ما نعيش نسب فيها ماما برك. نجم نحكي معك انا تفضل خويا. لا تفضل لي هو اولا نسال الموضوع يزوي تفضل، انت
تسمي انت انا بيه والله تسمي انت اللي تعمل في الموزيك وتعمل في كذا وانا يا اخي كله تسمي ولا ينجم يتلم. هي يا صاحبي تقول انا نعتذر لوالديه، انا نقول انا نعتذر منها هي ونفسخ الاغنية، هي تطلب سماح من امي بابا صاحبي. شوف يا كلام، شوف انت جيت بحدانا تمني ولا وعبرت على رايك. انا جيت بحداكم باش نلقى روحي في المرمى جاية ولدي اخويا البير ريت محلاها على واحدة صدقني محلاها. اسمعني بابا بابا انت جيت علينا وعبرت على رايي، هي عبرت على رايي ونحكي لها فرح مموال يدي انا معاك يا اخي بالعكس، انا راه واحد فرحان انا هارتها للشيخ على الاخر. الحكايات اللي صارت على الكل انا في بيش الحكايات الكل الاغنيه اللي عملتها انت صاحبي راهي خايبه. اي اما هي صاحبي انت الله لا يوريك غيار في ميمتك، وكي يبدا الوالد خويا متوفي خويا وتجي وحده خويا قرنبو تسب لك تسب تسب لك الوالد والوالده وتبدا بالعيب، قل لي انت شو لازم تعمل صاحبي؟ اكا هو احنا زادت هي وقولي ما ثم حاجه. هي خويا هي خويا معناها التوب نتاعها ثبت لي والدي هنا ضحكت عليها تونس. ثم حاجه اسمها العفو وبرا خويا ثبت كذا تمني ولا لا؟ هي مهما ودي ثم عفو بركه اللي باش ياخذوا وانا من صاحبي باش نروح لها هي مره اخرى هكا فماش عفو ياخذ. بابا ميت صاحبي، بابا كان شي حيره وصاحبي هبلها شلابك هذيك. ينعمهم وينعمهم ان شاء الله ربي يفضل لك الوالده نورت عينك. عايش خويا. انه ما تتسبش بالكيفيه هذيك راهو. شنو ما تتسبش لا انا اخويا الشعر اخويا من والدي بكيفيه اكثر من هذيك يا صاحبي. برجولك. اي صحيح هي حتى تداع على الضوء صح. حتى تداع على الزون روز في حياتي انا. لا ماني بخيك ما تعرفش كيف مش امكانيه لمار يا خويا الحكايه وعلاش. ما نلمش اي انا ما نلمش اي انا صاحبي عم انا اسمعني كتلتك مش باش نلم الحكايه، راني انا من توا نحضر في السكريات نتاعي وفي القفوف نتاعي باش ما تتعبش، عارف انا على شنو قادم ماكسيموم ست شهور صاحبي ربت على القذف علنا والتجارب ما ينافي الحياه وهذيك والاخلاق الحميده نعرفهم نعديها ونخرج. اما انا كلمتك باش نقول لك صاحبي راك جيت انت مع الظالم على خاطر صفك اكاهو. والله والله سخفت اي سخفت اي برجولي صاحبي سخفت اي شي بيه يا ما صاحبي يعني هنا معناها كي نجي ونتيتم ونبكي لك وانا ظالم عبد تجي معايا. انا اقسم بالله انا في بالي بالحكايات وسخفت اي حاب تقول لك ليه؟ في بالي بيك سخفت، اما صاحبي كي سخفت جيت مع الظالم كونتر المظلوم صح. ليه انا حاولت نقول فهمني ولا شفت بعض اللي كونه بالنسبه لي انا ايش نلم الموضوع وعلاش هذا الكل صاير رحت نشطر. انا يا خويا انا يا خويا كي طلبتك على الموضوع هذا برك، اما الموضوع ما باش يتلم بعد ما نروح مرتين انا باش نعيش لهم اليوم هما لعنه. ولا ما ولا السكريات نتاعي اسمع حضر فيهم قسما برب والله. خليها يا صاحبي من رجل انت يا اخويا هاكا عندك النومرو ومطلبني وقت اللي تحب نقابله تم تقابله صح. يا اخويا لطف عليك اخويا وان شاء الله ربنا كان خير. ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجزاك خير. مليك نعيش خير. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.